بعد ما شفنا مع حضراتكم الاخبار اللي حصلت امبارح، خلينا نتابع الاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله، كمان الماتشات المهمه اللي هتتلعب في الدوري المصري. وبالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، شركة المترو أعلنت أنه النهاردة آخر يوم للعمل بمواعيد شهر رمضان اللي بتمتد للساعة 2 صباحاً. من بكرة هترجع خطوط المترو للعمل لحد الساعة 1 صباحاً. كمان النهاردة وزارة الأوقاف هتفتتح 6 مساجد، منهم 4 مساجد جديدة ومسجدين تم إجراء أعمال الصيانة والترميم ليهم. وبكده يصل إجمالي ما تم افتتاحه من شهر يوليو 2021 ولحد النهاردة 1049 مسجد. النهاردة كمان المدينة الجامعية بجامعة حلوان هتفتح أبوابها لاستقبال الطلاب الساعة 9 الصبح بعد انتهاء أجازة عيد الفطر. لعشاق الدوري المصري موعدهم النهاردة مع مباريات مهمة ومؤجلة من الجولة 14 من عمر المسابقة. هيلتقي الإسماعيلي مع المصري الساعة 6:30 بالليل، وبيراميدز مع سموحة الساعة 9 بالليل.